دكتور، انتشر منذ يعني القدم وإلى الآن موضوع استئصال اللوزتين، فمتى يستطب، لو تحدثنا عن موضوع متى يستطب استئصال اللوزتين؟ استئصال اللوزتين يقع ضمن أحد السببين الأساسيين. السبب الأول أن يحدث إنتان متكرر بشكل كتير كبير، يعني بمعنى آخر خلال سنة سبع مرات صار التهاب لوزات، خلال سنتين خمس مرات في السنة، نعم، أو خلال ثلاث سنين الماضية ثلاث مرات في السنة، هذا استطباب لاستئصال اللوزات. السبب الثاني لاستئصال اللوزات هو ضخامة اللوزات وإحداثها ما يسمى بالتنفس الفموي. تنفس الإنسان الطبيعي بتنفس من الأنف، نعم، أن تضخم اللوزات يحدث تضيق على مستوى البلعوم الأنفي، وبالتالي يحدث صعوبة في التنفس الأنفي، فيضطر الطفل إلى فتح فمه لمحاولة التنفس. يحدث هذا بشكل واضح أثناء النوم، يأتي على شكل شخير وتنفس فموي، الطفل يضل فاتح فمه عم يتنفس، هذا يؤدي إلى تشوهات متعددة وأخطر، تشوهات قلبية، ممكن يعمل أزيق قلبي يسمى القلب الرئوي. لذلك هذول الاستطبابين الأساسيات هم الارتكاز في موضوع استئصال اللوزتين.